أحبتي الغاليين مشاهدينا على قناة الآرامية، سلام الرب يسوع معكم. كم نشكر الله مرة أخرى من أعماق القلب ونحن نراه يقودنا ويعتني بنا ويجلسنا معه جلسات حلوة، ونحن في هذه البرية التي تكفل فيها هو من أولها إلى آخرها. الكتاب يخبرنا أنه لا يمكن أن يرى أن من المؤمنين أنه شخصا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. كل من يقبل هذا الشخص الحلو مخلص شخص للحياة يتمتع ببركات تفوق التصور، يتمتع بغفران الماضي تماما، فيقول لا أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم، يتمتع برفقة الحاضر وهو يسمعه يقول وها أنا ذا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، يتمتع أيضا بضمان المستقبل في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا كنت قلت لكم أنا أذهب ليعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يتمتع بتسديد الاحتياجات أحبائي الغاليين، كل ما تطلبونه من الآب باسمي ثقوا إنكم تنالوه فيكون لكم. يتمتع ببركات كثيرة، لو جلسنا لكي ما نتحدث عنها فأعتقد أنه ليس فقط الزمان الحاضر لكن الأبدية بكاملها لا يمكن أن تكفي لكي ما نتحدث عن ما منح لنا من نعمة غنية. لكن أحبائي الغاليين، الحقيقة أن أعظم ما يمكن أن تمنحه السماء هو أنه أعطتنا ابن الله الوحيد الذي قدم نفسه كفارة عنا عندما مات على الصليب لكي ما يهبني ويهبك ويهبك حياة جديدة في شخصه. هذا هو الشخص الحلو الذي لم نأتي لنسمع عنه معلومات، لكن أتينا بالحقيقة أحبائي الغاليين لنراه بالعيان، أتينا لكي ما نخزن في قلوبنا دسم الكلمة. لذلك أذكر حضراتكم إحنا لسنا في برنامج لايف فقط في قناتنا الحبيبة الآرامية، لكننا في برنامج لايف مع السماء نفسها عندما نطلب وتنفتح قوى السماء ويكون حاضر في وسطنا وتصعد طلباتنا وتضرعاتنا وكلماتنا إليه كبخور، ويتنسم الله رائحة الرضا عن كل واحد فينا. لذلك دعونا نضع في قلبنا هذا الإيمان الحقيقي الذي نقول فيه للرب يا رب ساعدنا أن يكون لنا الثقة الحقيقية بأنك موجود في وسطنا، ليست الأمور التي ترى هي ما يقاس فيها الإيمان وإلا لما سمي الإيمان، لكن الإيمان الحقيقي هو الثقة بأمور لا ترى، لا يمكن أن نراها، لأن التي نراها وقتية، أما التي لا ترى فهي أبدية. أحبائي الغاليين، أيضا أذكر حضراتكم أنه نستقبل مكالماتكم عدنا في القناة مباشر، ونستقبل طلبات الصلاة التي توضع ومداخلاتكم الغنية اللي احنا ايضا والمشاهدين جميعا يتعزوا فيها. تشكراتنا وطلباتنا تستقبل مباشر. تجد مرة اخرى نقولها، هذه الحلقة مذاعة مباشر على الصفحة الرسمية لي انا شخصيا وعلى الصفحة الرسمية لقناتنا الآرامية، ومسجلة على اليوتيوب لاحقا بعد نهاية الحلقة. تعالوا كما نفعل في كل مرة نرفع قلوبنا بالصلاة، لأن موضوعنا حساس جدا اليوم، وقد يكون رسالة خاصة للبعض الذين يشعروا بما سنتكلم فيه، لكن أيضا هو رسالة كاملة لكل واحد فينا نستطيع من خلالها أن نتحضر للمستقبل. تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة. سيدنا الرب، نباركك يا رب ونعظمك ونحمدك ونشكرك من أعماق القلب لأجل حبك العظيم يا رب، حبك اللي أظهرته في الصليب لأجل كل واحد فينا. يوم ذهبت ذهابا إلى الصليب لتدفع جرم خطايانا وتعدياتنا، نشكرك من أعماق القلب لأنه أنت يا رب لم تفتقدنا فقط وتهبنا حياة وضمان للمستقبل، لكن ضمنت لنا الحاضر الذي نعيشه الآن. نعم إنها أرض حياة محرقة، أرض عقارب، أرض يا رب شمس قاسية محرقة،
يا رب وأنت أخبرتنا أنه سيكون لنا في العالم ضيق، لكن ما أروعها من تكملة عندما قلت أنا قد غلبت العالم، وقلت كل من يؤمن بك يا رب ستكون له الحياة الأبدية وأنه سيغلب العالم، لأنه كل من ولد من الله يغلب العالم. شكرا لأنه أعطيتنا الغلبة لا في أنفسنا لكن فيك أنت يا سيدنا الرب، فصارت لنا الترنم غالبين إحنا بيك، غالبين إحنا جيوش المفديين. سيدنا الرب إحنا واضعين أمامك فترة الحلقة يا رب، ما سيقال وما سنتكلم فيه والمداخلات التي لدينا، ساعدنا يا رب أنه لا تكون مجرد كلمات تدخل أذهاننا، لكن ساعدنا أن نعيش لك بالحقيقة ونحبك يا رب ونتغير إلى تلك الصورة عينيها، فيا رب نحيا لشخصك ونكرمك في حياتنا إلى أن تجيء. يا رب أنا واضع شعبك، واضع يا رب العاملين في الكواليس من وراء يا رب الستار، يا رب أن تباركهم، أن تبارك كل مشاهد ومشاهدة يكون معنا اليوم، كل واحد سيسمع هذه الكلمات ادخل بالروح القدس إلى أعماق أعماق القلب. نشكرك لأنك سمعت لنا واستجبت يا سيدنا الرب، لكل كرامة وكل مجد وسجود وتعبد إلى الأبد. آمين آمين. حبايبي الغالين، أذكر حضراتكم أنه اليوم موضوع غاية في الأهمية. حبايبي الغالين لماذا؟ لأنه موضوع يهم كل شخص مؤمن حقيقي يجتاز في هذه البرية. هذا الموضوع اللي سنتحدث عنه هو موضوع يجتاز فيه كل مؤمن حقيقي، كل من اختبر نعمة الله الغنية بعد مسيره، بعد قبول الرب يكون هناك فرح كبير، يكون هناك شركة وتنعم، لكن لا يخفى علينا أنه بعد تغيير حياتنا تبدأ الحرب الضارية مع عدو الخير، ليس لأنه يقدر أن يخطفنا من يد الله، فهو قال لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي، لكن اللي يفعله إبليس هو عارف أنه انتهى سلطانه علينا وانتهت سطوته على كل واحد فينا، لكنه أحبائي الغنين يعمل على أن ينهي شهادتنا، يعمل على أنه نكون سبب إهانة لاسم الرب يسوع، وبذلك تنتهي الشهادة وتنتفي. لذلك أحبائي الغاليين يجب أن نكون يقظين. واحدة من الأمور التي يفعلها أحبائي الغاليين سهم يوجهه لكل واحد فينا وهو الفشل. عنوان حلقتنا الفشل هو فكر الله. لم يدخل أحد في علاقة مع الرب إلا ومع الوقت شعر بالحقيقة أنه هناك فترات من الفشل، فشل في أنفسنا، وهذا فيه جانب إيجابي وجانب سلبي، لكن هناك فشل من نوع آخر وهو الفشل في الرب، وهذا صعب جدا عندما نفشل في الله، لكن أيضا فشل في إيماننا، فشل في المحيطين حوالينا. إبليس يوجه سهام الفشل، لكن سهام الفشل أحبائي الغالين تأتينا من خارجنا، فالكتاب يخبرنا، وهذه هي الآية التي سنبتدئ موضوعنا بها لأنها مهمة جدا، في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول والعدد 7 يقول: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. عدم الفشل ليس هو انفعالات، ليس هو إثارة للمشاعر بأننا غير فاشلين. مرات كثيرة نتصور أن العملية تتم بالشكل الآتي: لأني أنا فشلان فأنا بحاجة أن أكون في جلسة فيها ترانيم وفيها يعني مؤثرات، وأحس أنه أنا مرفوع في هذه الخدمة وأرنم وأفرح، لكن بمجرد أن أرجع إلى منزلي وأرجع إلى حياتي الاعتيادية ترجع تيارات الفشل تتلاطم في حياتي. وإحنا اليوم سنتكلم عن شخصية أحبائي الغالين هي مثال
كامل لحياة الفشل أو مثال كامل للفاشلين. وفي نفس الوقت في ذات الشخصية سنتحدث أحبائي الغاليين عن هذه الشخصية، كيف أصبحت مثال حقيقي للناجحين. نفس الشخصية اللي تحدثنا عنها التي هي فاشلة في كل شيء التي سنتحدث عنها، نفسها ستكون المثال للناجحين. هذه الشخصية، وإن كنا سنذكر اسم هذا الشخص، لكن الجميل هو أننا بإمكاننا أحبائي الغاليين هو أن نرفع هذا الاسم ونضع اسمنا. هل يسمح الله بالفشل؟ نعم أحبائي الغاليين، الله يسمح بالفشل، لكنه لم يعطنا روح الفشل. عندما يقول روح الفشل أي إن الفشل ليس في داخلنا، لكن يريدنا أحبائي الغاليين، يريدنا أن نتعلم أعظم دروس من الفشل. لكننا لا نتحدث فقط عن شخص كان فاشل كل أيام حياته وأصبح ناجح كل أيام حياته، لكن سنتحدث عن 7 مفاتيح لعلاج الفشل. اسمع يا من تسمعني، أخويا أختي، قد تكون لك مع الرب سنين طويلة، قد يكون لك مع الرب سنين قليلة، لكنك شعرت بالفشل. خلال فترة خدمتي كم رأيت من أشخاص يأتون إلي ويقولون لي أنه أنا إنسان فاشل، أنا غير نافع للرب، أنا قررت أترك حياة الإيمان. بل كم من أشخاص انزوا واختفوا من الأضواء وقرروا أن يعيشوا حياة اعتيادية لأنهم شعروا بالفشل فقرروا أنهم ينسحبوا من ساحة المعركة ويكتفوا أن يكون قرروا أن واكتفوا أن يكونوا أناس اعتياديين، أي قرروا أنهم يكونوا جنود منزوعي السلاح. وبهذه الطريقة استطاع إبليس أن يوجه لهم أكبر ضربة، فهذا هو هدف إبليس. هدف إبليس هو أنه ينهي شهادتنا. عندما نتفكر في شخصية شمشون، شمشون كان رجل بطل، والكتاب يخبرني عنه في سفر القضاة أنه كان له قوة خارقة. طبعا شمشون هو مثال باهت لمؤمن حقيقي. واحد يقول أنه أنا ليس لي قوة شمشون، لا يا أحبائي الغاليين، القوة ليست في العضلات، لكن الكتاب يخبرني أنه ليقل الضعيف بطل أنا، ليقل الضعيف بطل أنا. وأيضا بولس الرسول قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن شمشون عندما فقد سر نجاحه وقوته يقول أصير كواحد من الناس، وهذا ما يريد إبليس أن يفعله في حياتنا أحبائي الغاليين، أجي أن يجعلك كواحد أو كواحدة من الناس بلا تأثير. لكن الله يريدك أن تكون بطل. تعالوا نتحدث عن هذه الشخصية أولا، ومن خلالها نفهم مفاتيح الفشل. سنتحدث عن شخصية بطرس، هذا الشخص اللي في الظاهر يظهر إنه مغوار، إنه بطل، لكن أحبائي الغاليين الكلمة الأدق في شخصية بطرس هو إنه مندفع ومتهور ومتسرع في الكلام. لذلك الله أراد أن يعلمه درس، هو إنه كيف يفشل في إنسانه القديم، لأنه الإنسان القديم الذي فينا، الإنسان العتيق الذي فينا هو فاشل ولا يمكن أن يرضي الله تماما، وإلا لما اقتضى أنه يكون في حكم الموت. يعني
يطلق عليه هكذا، تطلق رصاصة الرحمة. عندما تنكسر أقدام الخيل يطلقون عليها رصاصة الرحمة. لماذا؟ لأنها غير قابلة، حتى وإن التأم الجرح لا يمكن أن تدخل في سباق آخر. أحبائي، إنساننا العتيق يجب أن تطلق عليه رصاصة الرحمة لكي نعيش في الإنسان الجديد. يجب أن يكون لنا الفشل التام في إنساننا العتيق، لكن اسمع، وهذا ما يحدثني عن إنساننا الجديد، لأن الله لم يعطنا روح الفشل. روح الفشل هنا يحدثني عن الروح القدس، ليس الروح البشرية التي فينا. فهو يحدثني عن الروح القدس الذي هو ساكن فيه، الذي ماذا يقول عنه؟ يقول عنه أنه هو روح القوة رقم واحد، وروح المحبة، وهو روح النصح. ماذا تخبرني هذه الثلاث كلمات الحلوة؟ روح القوة، أي من خلاله أخذ قوة في الإنسان الجديد الذي فيه. هذا الإنسان اللي مصدر قوته هو الروح القدس. مرة أخرى نقول إن الروح القدس ليس هو قوة، لكنه روح قوي، هذا معناها، شخص قوي. لكن أيضا روح المحبة. لماذا قال روح المحبة؟ لأننا أحبائي الغاليين في حياة الإيمان بمن نفشل؟ نفشل بالحوالينا. من هم الذين حوالينا؟ اسمع، اللي حوالينا واللي إبليس يحاول يفشلنا فيهم هم أخواتنا وأخواتنا. لكن هناك مستوى أضيق، دائرة أضيق، وهي أن نفشل في أزواجنا وزوجاتنا، أن نفشل في أقرب الناس لنا. والكتاب يخبرني إن علاج هذا الفشل هو المحبة. المحبة لا تفشل فينا وتجعلنا لا نفشل باللي حوالينا، لا نفشل باللي موجودين حوالينا. علاج الفشل هو المحبة، لكن أيضا النصح. النصح يعني المشورة، الإرشاد. هذا الروح هو روح إرشاد، هو روح نصيحة، لأنه قال عنه الرب يسوع: هذا يرشدكم إلى جميع الحق. إذن نستطيع أن نقول إن المفتاح الأول في حياة الفشل أو في حالة الفشل هو سكن الروح القدس. رسالة للذين لم يختبروا نعمة الله، نقول الآتي: هل تشعر أنك فاشل ومتأكد أنه لا يسكن فيك الروح القدس؟ لأن الروح القدس في داخلنا له عدة أعمال لسنا بصدد أن نتحدث عنها، لكن سيأتي في حلقة قادمة نتحدث عن دور الروح القدس في حياتنا، حياة المؤمن الحقيقي. أول عمل يعمله هذه النقطة المهمة إنه يحيينا. أنتم الذين كنتم قبلا أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم. إذن ماذا فعل الروح القدس فينا؟ أعطانا حياة. والرب يسوع قال لنيقدموس هذه الكلمة: إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السماء. المولود من الماء والروح. طبعا مرة أخرى، كلمة من الماء هنا لا تعني المعمودية على الإطلاق. لماذا؟ ليس موضوعنا، لكن لأنه الله قادنا إلى هذه النقطة، لأنه لم يقل إن لم تولد بالماء فنحن لا نولد من الماء. إن كان الكلام عن المعمودية فيجب أن تكون الآية إن لم تولد بالماء، لأننا نولد بالماء ولسنا من الماء. لتوضيح، أنت تولد من والدتك بالمستشفى، فإذا كانت الولادة هي بالمعمودية فالمعمودية هي ليس الأم التي تلدنا، لكن المفروض تكون إن لم
تولد بالماء والروح، يعني بواسطة الماء، لكنه لم يقل هذه الكلمة، قال إن لم تولد من الماء. طب ما المقصود بكلمة من الماء؟ ماذا يريد أن يخبرني بكلمة من الماء؟ مرة أخرى قل إنه هو هذا ليس موضوعنا، لكن مهم جدا أن نعرف إنه الولادة هو شيء مهم جدا في حياة الإنسان لكي يعيش حياة النصرة. الكتاب يخبرني، يقول إنه إحنا أحبائي الغاليين، إحنا مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إذن الولادة هي بواسطة الكلمة، الكلمة هي التي تلدنا، هي التي تعطينا حياة. الرب يسوع يخبرني عن الكلمة، هي المصدر الذي يعطيني كلمة، يعطيني الحياة، لكن الروح القدس هو أيضا من يهبني الحياة. مولود إن لم تولد من الماء والروح، فهنا من الماء والروح يقصد بواسطة كلمة الله بالروح القدس فنحصل على حياة جديدة. أول مفتاح يجب أن نعرفه في حياة عدم الفشل والنجاح والنصرة هو أن يكون عندنا الروح القدس. إن كنت قد قبلت الله مخلص شخصي لحياتك واختبرت الولادة الجديدة، فأنت في داخلك مفتاح اسمه مفتاح النجاح، الذي هو لا علاقة له بالفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. لكن بما أنه احنا تحدثنا، قلنا النقطة الثانية التي تعطينا النجاح أحبائي الغاليين، النقطة المهمة بعد الإيمان التي تضمن لنا النجاح المستمر، فليس النجاح المتقطع، لكن لكي ما نضمن النجاح الكامل وعدم الفشل أحبائي الغاليين، يجب أن نعرف ونحرص على أن تكون كلمة الله هي الرفيق الذي لنا. فالكتاب يقول طوبى للرجل، سمعناها كثيرا، مزمور واحد، طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ناموسه هنا يعني ناموس الله، يعني شريعة الله، يعني كلمة الله. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل، اسمع التكملة، وكل ما يصنعه ينجح، وكل ما يصنعه ينجح. طب تعال نقلب الآية حتى نشوف، نقول إنه ليس هناك طوبة لمن لا تكون مسرته في الرب، وفي ناموسه لا يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة في البرية وليس في المياه، التي لا تعطي ثمر في أوانها وورقها يذبل وكل ما يصنعه يفشل. أي إنه العكس يخبرني، بدون كلمة الله سيكون لنا فشل كامل. مفتاح ثاني للنجاح، تريد أن تكون ناجح دائما، احرص على أن تأكل من الكلمة دائما، تلهج فيها. تلهج فيها ما المقصود؟ اسمع، عندما تأكل وجبة غذائية، عندما تأكل أنت وجبة غذائية، مدة الأكل لا تأخذ أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة، أو يمكن مع جلسة فيها كلام ممكن أن تأخذ نصف ساعة أو ساعة، لكن أحبائي بانتهاء تناول الطعام لا ينتهي الأمر، فأنت انتهيت من الأكل، لكن هناك مراحل على مدى 4 ساعات أو 5 ساعات فيها يدخل الأكل إلى المعدة، ثم تفرز المعدة الأنزيمات وتحلل الطعام وتخرج الفيتامينات وتخرج الكربوهيدرات وتخرج الدهون، وهكذا توزعه على الجسم لكي ما يستفاد منه الجسم طيلة فترة 4 أو 5 ساعات.
إذا ما تأكله وأنت جالس قدام الكلمة يجب أن يتحلل في داخلك. عندما تقرأ كلمة الله أنت بحاجة أن تقرأها ثم تلهج فيها نهارا وليلا، تسمح للروح القدس أن يحللها لكي ما تتقوى. فعندما تقدم لك الخطية وأنت شبعان تستطيع أن تغمض عيونك. كنت أكلم أحد الأشخاص البارحة وقلت الآتي، قلت إنه الكتاب يخبرني عن امرأة لوط كيف صارت عمود ملح لأنها نظرت إلى سدوم، لكن أحبائي الغالين لم تكن النظرة إلى سدوم هي النظرة الأولى، فامرأة لوط تعودت وهي في سدوم أن تنظر كثيرا، لم تضبط نفسها من أن تنظر، انشغلت حتى قبل الخروج والحريق أبطأوا، كانوا مبطئين لكي ما يفكروا ماذا يأخذوا، بماذا سيخرجوا، كيف سيجمعوا، أين وضعت الذهب، أين وضعت الفلوس، وإجمع الغالي والثمين. لكن ماذا حصل؟ أخرجهم الملاكان من أكتافهما خارج سدوم وعمورة لكي ما تحرق. لكن امرأة لوط بما أنه تعودت أن تنظر التفتت لتنظر نظرة أخيرة، وليس كل مرة تسلم الجرة، مرات كثيرة نظرت ولم يحصل شيء وتصورت أنه في كل مرة تسلم الجرة، لكن هناك نظرة كانت كافية أن تكون آخر مرة حولتها إلى عمود، إلى عمود ملح. فإذا كلمة الله تعطيني الشبع في داخلي، فبذلك لا يستطيع إبليس أن يقدم لي الخطية لأني شبعان بكلمة الله. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. لكن أيضا أحبائي الغاليين، بما أنه إحنا ملتصقين بكلمة الله، لا يكفي أن يكون التصاقنا بالكلمة المكتوبة على الإطلاق، لأنه بذلك ستكون في حياتنا شيء اسمه الفريسية. إذا التزمت بالمكتوب فقط دون العلاقة والشركة مع صاحب المكتوب، بذلك أنت ستكون فريسي. فالرب يسوع قال عنهم اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا أفعالهم. لماذا؟ لأنه أفعالهم ليست كأقوالهم، هم يحفظون الكلمة لكن ليس لهم حفاظ على العلاقة مع رب الكلمة. المفتاح الثالث والمهم هو أنه يكون لك علاقة بالكلمة لكي ما تستمر العلاقة مع رب الكلمة. بما معناه عندما يكون لي شركة مع الله، فأنا عندما أقرأ كلمة الله، الله يكلمني، الله يجاوبني. لكن في نفس الوقت عندما أصلي فأنا أكلم الله. لو أعطي مثل للتوضيح، لو أنا كلمت شخص وجيت لحضراتكم وقلت أنا البارحة كلمت الشخص الفلاني لمدة 3 ساعات، أول سؤال يأتي هو أنه ماذا قال لك وماذا قلت له؟ لو قلت أنه المكالمة استمرت 3 ساعات كان فيها يكلمني وأنا لم أنطق بكلمة، بذلك سأكون يا أما نمت، يا أما أقفلت التليفون، يا أما أهملته. لذلك سيكون المتكلم هو الله فقط، لكن العلاقة الصحيحة الكاملة هو أن تكون حوار كامل، الله يتكلم وأنا أسمع، وأنا أتكلم والله يسمع. من الذي عاش؟ وهذا هو المفتاح الثالث، أن يكون لنا علاقة مع رب الكلمة. من الذي قال عنه الكتاب 3 مرات في تكوين 39 يخبرني عن يوسف؟ لأنه كان الله معه كان ناجحا. اسمع ماذا يقول، يقول الآتي في تكوين 39 والعدد 2 والعدد 3 أيضا، يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. كان الرب مع يوسف، لم يقل إن يوسف كان مع الرب، كان الرب مع يوسف. ما الفرق؟
لأنه قد نتصور أننا مع الرب لأننا نقرأ الكلمة ونذهب إلى الكنيسة، لكن يكون الرب معنا عندما تظهر سلوكياته فينا. حيث أكون أنا يكون خادمي أيضا، أي أن خادمي يتبعني، أنا أكون معه، معه أنا في الضيق أنقذه، يقول الكتاب هكذا. يقول عن يوسف في تكوين 39:2 مرة أخرى: وكان الرب مع يوسف، فكان يوسف وكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. في العدد 3 يقول: ورأى سيده. اسمع النقطة الحلوة، ورأى سيده أن الرب معه، لم يقل وسمع سيده أن الرب معه، لأنه لو قال سمع سيده أن الرب معه لكان سمعها من يوسف، لكنه رآها في يوسف، رأى أن الرب معه. ويا سلام عندما يرى الله، يرى الناس أن الله فينا، وليس يسمع الناس أن الله فينا، فينطبق ويقول: أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أمورك أشوف سلوكك واستعجب. وكان الرب ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. طب هل كان هذا الكلام فقط في بيت المصري؟ كلا يا أحبائي، بعدها ذهب إلى السجن، الحالة أسوأ جدا بسبب أمانته. لم يفشل يوسف، قال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كانت المجازات. اسمع، المؤمن الغير نامي يقول المجازات، كانت المجازات السجن، لكن للنامي كانت التدريبات الأخرى، المرحلة الثانية الأصعب. ماذا هي؟ هي السجن. بمعنى آخر، عندما يشترك الرياضي في حمل الأثقال وينجح في حمل 200 كيلوغرام، المرحلة البعدة لا تكون 150 كيلوغرام، تكون 250 كيلوغرام، المرحلة الأصعب. عندها سيكون بطلا، وهذا ما فعله الله مع يوسف. اللي فعله ليوسف إنه دخله في معركة أقوى. في السجن ماذا يقول عليه في العدد 23 من نفس الأصحاح 39؟ ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. العلاقة مع الكلمة، والعلاقة أيضا مع رب الكلمة. لكن أيضا أحبائي الغاليين، مفتاح رابع للنجاح مهم، هو أنه أحرص على أنه أمتحن نفسي كل يوم. امتحن نفسك في محضر الله كل يوم. بمعنى الرياضي عندما يعمل حركة معينة، المدرب أبدا المدرب لا يقول له: أنت يعني رفعت بطريقة حلوة، لكن المدرب يراقب الأخطاء اللي فعلها، يقول له: أحرص على أنه لا تحني ظهرك كثيرا، احرص على أن تكون عيونك على، يعني ينظر إلى الأمور السلبية لكي ما يكون النجاح أضمن. ما المقصود بهذا؟ اسمع ماذا يقول في أمثال 28 والعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. إذن الفشل سببه هو أنه إحنا لا نمتحن أنفسنا في كل يوم. داود قال: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا باطلا، واهدني طريقا أبديا. إذن امتحن نفسك في محضر الله من خلال الكلمة. ما أقرأه هو رسالة من الله لي، يحذرني ويعلمني ويشجعني ويقودني ويرشدني. فالمدرب اللي هو الروح القدس، احنا نتحدث الآن عن سلسلة أحبائي، حلقة مرتبطة بحلقة لا يمكن فصلها. عندما نأخذ الحلقات كلها مع بعض سنختبر النجاح. امتحن نفسك، لا تكتم خطاياك. قلنا في أنفسنا هناك فشل كامل في إنساننا العتيق، لكن أيضا اسمع، ساعات لما تمر الأيام في حياتنا، لما تمر السنين ونسمع هذا الكلام، عندما كان هذا الأخ شابا
كان خادما رائعا. وهذه كلمة مخيفة، لأنه عندما تمر بين السنين ويكبر الإنسان، غالبا ما يتصور أنه هناك سن للتقاعد. وآه يا للأسف على أناس وجه لهم إبليس هذه الضربة، ووجه لهم هذا السهم، عندما يتصور أنه عند سن معين كان تماما مثل العالم، في سن 65 ممكن أنه يطلع معاش، يطلع تقاعد. نعم قد يا أحبائي قد تقف خدمة معينة باعتباري أنا لا أستطيع بسبب الظروف الجسدية أن أكون خادما في الكنيسة، مسؤول عن خدمة، يعني كأن تكون خدمة، لكن هل هذا يعني أني أتوقف عن الخدمة؟ كلا يا أحبائي، خدمتي مستمرة. تعال نسمع المفتاح الخامس، هو أنه لا تنظر إلى حالتك الآن، سواء كانت حالة كبرى العمر أو كانت حالة صحية، لأنه ساعات متصورين أنه حالة الصحية والوضع الذي أنا فيه قد يمنعني من الخدمة. لا يا أحبائي، كلا يا أحبائي، انظر إلى المجد الآتي. يقول الكتاب الآتي في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الرابع والعدد من 16 إلى 18: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى. إنساننا الخارج يفنى، أي إنسان الخارج، الظاهر، الخيمة التي نحن فيها، الجسد، إن كانت هذه الخيمة تفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوم، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يخبرني الكتاب إنساننا الخارجي يفنى نتيجة الاضطهادات، نتيجة الضيقات. أنا متأكد لو كشفنا ظهر بطرس سنرى أن الإنسان الخارجي يفنى من الجلدات، صحيح؟ من الضيقات. رأينا أشخاص فقدوا أعضاء من جسدهم بسبب الخدمة، بسبب حياة الإيمان. هذا الإنسان، أو مرت السنين وهذا الإنسان الخارجي ابتدى يفنى، لم يعد الظهر منتصبا، لم يعد الشعر أسودا، لم يعد الوجه ناظرا، لكن بدأت علامات الزمان تخترق، فبدأ الشخص أكثر تعبا. يقول الكتاب لا نفشل، لا نفشل إن أصبنا في شيء، لا تفشل إن أصبت بالشيخوخة. لماذا لا نفشل أحبائي الغاليين؟ لا نفشل لأنه إنساننا الخارجي الذي يفنى، ماذا سيحصل؟ إنساننا الداخلي يتجدد يوما فيوما. طب وخلال الشيخوخة ماذا يقول؟ أنا متروك وحدي، أنا متروك لكي ما أقاتل بمفردي. أحبائي، لأن خدعة كبيرة يوجه إبليس يخدعنا بأنه يستخدم الشباب فقط. لا يا أحبائي، الكتاب يخبرنا أنه أذكر خالقك في أيام شبابك، حتى عندما تأتي سنين الشباب أنت يكون لك خير. اسمع يقول عنه: إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل وأنا أرفع، أنا أحمل وأنجي. إلى الشيخوخة. طب وعن الشيوخ، عن الكبار في السن، عن الذين تقدموا، يقول عنهم في مزمور 92: أيضا يثمرون في الشيبة ويكونون دساما خضرا. وهو كبير مثمر معطي مقدم. طب والإنسان الخارجي الذي يفنى؟ قرأت مقولة جميلة جدا للفنان مايكل أنجلو. سألوا الفنان مايكل أنجلو وقالوا له: ما هي مقاييس التمثال الرائع؟ قال: هو الذي تكسر فيه الرخام كثيرا، كلما زاد النحات من كسر الرخام كلما أصبح التمثال أكثر دقة
وجمالا. كلما تكسر الرخام الخارجي كلما ظهر التمثال بأروع جمالا، كلما زاد تحطم الرخام والنحت كلما تحدث الباقي عن الدقة. اسمع ماذا يقول عن يوسف، مات في سن 120 سنة، لكن يخبرني عنه: وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته. إذن لا نفشل، المفتاح لا تفشل، لا تفشل في تقدم السن، لا تفشل في الآلام والاضطهادات، لا تفشل في الآلام الجسدية نتيجة الخدمة، نتيجة الظروف، لا تفشل، لكن النجاح يستمر مع آخر يوم في العمر. النقطة السادسة التي سنتحدث عنها والسابعة بعدها، ونرجع إلى شخصية الفاشلة اللي هو بطرس، وسنرى أعظم الدروس في حياته. أحبائي الغالين، قاوم الفشل وأنت تخدم في عملك اليومي، قاومه وارفضه. يقول الكتاب: فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل، أي لا نفشل، كلمة نكل هنا يعني إن كنا لا نفشل. فلا نفشل في عمل الخير، يعني اعمل دون أن تتوقع أنه تلاقي المديح والتصفيق الآن، فالمجازات والمكافأة هي من السيد وليس من الإنسان. ياما أشخاص يقول: خدمت لكن لم يقدر أحد خدمتي، لم يحترم أحد اللي عملته. حبيبي، أنت متوقع مجازات من الناس؟ ألست خادما لله في الناس وليس خادما الناس؟ أنت خادم لله في الناس وليس خادم الناس. فلا تفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. لكن أيضا يقول في تسالونيك الثانية والإصحاح الثالث والعدد 13: أما أنتم أيها الأخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. أي هنا عمل خير لا يقصد فيها الأعمال، لكن الأعمال والسلوك التي نسلكها بعد الإيمان. فلا نفشل أحباء الغاليين من عمل الخير لأننا سنحصل المجازات منه. يعني أحبائي، في كلمة مشهورة في العراق يقولون أعمل خير وذب الشط، أعمل خير وإرمي في النهر. يعني لا تتوقع أنه تأخذ المجازات، فالمجازات هي من الرب وليس من الإنسان. فلا تفشل، لا نسمح لإبليس أنه يفشلنا بسبب أنه الناس اللي حوالينا لا تقدر. لماذا؟ لأنه مرات كثيرة إحنا ناس عملت معنا الخير وإحنا لم نقدر ولم نرى. قال لي كلمة، هو عايش معي في طريقة حلوة، ثم زمعني كلمة، وعلى أساس الكلمة أنا مسحت الكل. أحباء الغالين، مسحت الكل. ما هو الشعور لو واحد عمل معنا؟ كيف سنكون؟ يا سلام، سنتعب جدا. لكن انتظر المجازات من الله. النقطة السابعة والمهمة أحبائي، نعم نعم أختي على الفيسبوك زواد قالت: ارمي خبزك على وجه المياه. نعم، لأنك بعد حين ستجده. ادرك واقتنع بأن النجاح هو خطة الله لحياتك، وهذه النقطة مهمة جدا، هو خطة الله لحياتك، وأنه لم يقصد على الأطلاق أن تكون فاشلا. بالروح القدس كتب أحبائي الغاليين يوحنا إلى الحبيب غايس، قال له: في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. هذه ليست تمنيات بولس، لكن هي كلمات الروح القدس أحبائي الغاليين إلى من؟ إلى غايس بواسطة الله، بواسطة الله. تعالوا نكمل أحباء الغاليين. بعد أن فهمنا سبع مفاتيح، تعالوا نعيدها بعجالة حتى ما نعرف. الروح القدس وسكناه فينا هو المفتاح الأول للنجاح. العلاقة مع الكلمة والعلاقة مع رب الكلمة هي النقطة 2 والنقطة 3. أحرص على علاقتك بالكلمة واحرص على علاقتك برب الكلمة. النقطة الرابعة: امتحن نفسك في محضر الله حتى تكون ناجحا.
انظر وتوقع المجد الآتي، ولا تنظر إلى أتعاب الجسد وألام الجسد وتقدم السن والأمراض التي فينا والعوق الذي فينا وكلل العيون وتعب الظهر وآلامه والأقدام وغيره. النقطة السادسة أنه تقاوم الفشل ولا تنظر المجازات من الناس، فالنجاح مجازاته من الله وليس من الناس. ثم ادرك ان نعمة الله هي مقاصده هي ان نكون ناجحين في كل حين. لكن تعالوا نتحدث عن هذا الشخص الجميل الرائع. احبائي الغنين، الخطوط مفتوحة، اللي يحب حتى يعمل مداخلة اتصل بينا، ولو يعني الله شغلك بكلمة او بجملة شاركنا بيها لانها ستكون بركة لكثيرين. تعالوا ناخذ اتصال. تعالوا ناخذ اتصال. سلام المسيح، مين معاي؟ الو سلام المسيح، معك وبقلبك الشيش فادي، كيفك ابونا؟ اهلا وسهلا اخوي خالد الغالي، شلون الصحه؟ يباركك ربي، عشت. تعرف ابونا، الاسبوع الماضي اثر فيني كلامك صراحه، والحلقه اليوم برضو اثرت فيني لدرجه ما تتصورها. لكن هذا ما انا اقول لك، يعني انا الى وقت قريب، الى تقريبا شهرين، كنت من المكثرين بالكتابه وبالمشاركه وبالتفاعل وبالخدمه وبالروحه وبالجيه، وبعدين بطلت نهائيا، يعني قررت يعني بعد صلاه كثيره انه خلاص. لكن ما ادري ليش الرب وضع على قلبي انه ما اقطعك صراحه، يعني من اسبوع او من 5 ايام جاء على قلبي انه برنامجك، وانه اذا قطعت الاعلام والقنوات والتفاعل والكتابه، انه ابونا فادي وابونا كمان في احدى القنوات الثانيه من لبنان تبث، انه اثنين هذول استحاله اني اتركهم نهائيا مهما كانت. فاصبحت وقررت على هذا. المهم ابغى اقول لك حاجه مهمه بمناسبه كلام بولس الرسول. بولس الرسول عجيب، شخصيه عجيبه، خاصه في تحدثه عن الفشل. وعشان تعرف الفرق بين اله الاسلام مع بداية المسلم الصغير، عندما نقول مثلا، أنا أعطيك نموذج لأنه الكلام يعني ممكن أخذ الحلقة وحلقات كثيرة ما يتصل، لكن أنا أعطيك عن حكاية الفشل. أنت تعرف أنه بداية الإنسان في الإسلام الضرب على الصلاة، هل الله بحاجة أنه يعني تضرب ولدك علشان الصلاة؟ رسول الإسلام يقول اضربوهم أمرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بينما بولس الرسول يقول إيه؟ فلا أيها الآباء لا تخيضوا أولادكم لإلا يفشلوا. لاحظ كيف قال، يعني فرق بين زرع الضرب من أجل الرب أو من أجل الإله والصلاة بالأمر، وتعقيد الولد يتعقد من أول عمره، خاصة في سن 10 سنوات بداية مرحلة المراهقة المبكرة جدا. طيب أيضا بولس الرسول قال لأن الله لم يعطينا روح الفشل، أنت ذكرتها حلوة. أما أنتم أيها الأخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. الأسبوع الماضي أنا قلت لك كنت أسوي خير، وطبعا أنا معاقب بسبب التعذيب من سنين، وكان من حقي أني أخذ على حسب قوانين البلدية أني أخذ بسطة، لكن منعوني منها لأنه ما عندي واسطة. ومع ذلك سويت خير، والآن قررت أني أقعد في البيت، ومع ذلك وبعد كلامك الأسبوع الماضي قررت أني أرجع أبسط. صحيح أن البلدية حيصادروها مرة ثانية علي، وسبع ست شهور ثمانية خمسة أربع شهور اللي تحصلوا من مكسب يرجعوا البضاعة يصادروها. أنا قررت كلامك وبتعزيتك أني أرجع أبسط ولا أترك الخدمة، لأنه من خلال السلوك أنت تشهد لله الحقيقي الحي اللي ما يضرب الولد علشان أنك تضرب ولدك فلذة كبدك وتصحيه من النوم الساعة 4 تقريبا الصبح وضرب علشان يقوم يصلي للإله. لا 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 لا، هذا ليس إله، أنا ما أشك فيه. بعدين روح الله، علشان ما أختم، اليأس في فرق بين يعني الفشل قد يسمح به الرب، وقد يكون عصا تأديب للرب، لكن استحالة أن الرب القدير الإله الحي الحقيقي أنه يزرع في قلبك اليأس فتقتل نفسك من أجل تخش الجنة. إن الله اشترى من الذين آمنوا أنفسهم أن لهم الجنة، يقتلون فيقتلون، حكاية الانتحار. لا، الإله القدير لا يمكن استحالة أنه يزرع. فهنالك شتان بين الفشل اللي صحيح. هو أداة صحيح. تأديب، أداة أنه تعال زي بحمزة الإذن، يعني يخبص لك إذنك شوية أنه ترى أنت أخطيت في كذا، ارجع لي علشان أرجع لك، أعطيني قلبك مثلا. أختم وأقول لك حاجة في مزمور
29، أنا أعشق هذا المزمور، معلش لو طولت عليك. في مزمور 29، قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزة، قدموا للرب مجدا اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزة، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال. الرب يباركك أبونا وما وجهته بحديث. مع السلامة. آمين أخوي الحبيب خالد، أنت سبب بركة لي أنا شخصيا، وعندي رجاء في المسيح أنه ما تحرمني من سماع صوتك، لأنه أنا شخصيا أتعزى حبيبي بعمل الله في حياتك. أشكرك من قلبي لمكالمتك ومداخلتك الحلوة اللي أثرتني أنا شخصيا، وأنا متأكد وشايف التفاعلات حتى على الفيسبوك وكيف أنه الناس يعني تعزوا بالحقيقة بما قلته حبيبي، وأنا واحد منهم أولهم. ربي باركك حبيبي وأشكرك لمداخلتك الحلوة، ولا تحرمني أبدا من أنه أنا أسمع صوتك. الرب باركك ويحفظك. تعالوا ناخذ مكالمة أخرى من أختي نجات. أختي نجات سلام المسيح معاك. سلام المسيح معاك أخويا فادي، الرب يباركك والرب يباركك على تعب محبتك، ويبارك الآرامية وكل الأخوة والأخوات اللي موجودين في الآرامية. نشكر الرب عليهم. عندي أخويا فادي يقول الرب يسوع هو معكم وسط الفشل. يقول كل إنسان في هذه الحياة معرض لأن يصيبه شيء من الفشل، لكن من المؤسف أن البشر غالبا ما يعاملون الإنسان الفاشل بطريقة قاسية خالية من كل رحمة، فيجرحونه ويتهكمون عليه وكأنهم ينهشون لحمه. من المفروض في الناس أن يتعاونوا معا فينجدوا الغريق ويسندوا من حالفه التوفيق، لكنهم قلما يطبقون ذلك، لأنهم يعتقدون أنه بسقوط البعض ينفتح مجال الارتقاء أمام الباقين. ونتيجة لذلك فإن عدد كبير من الذين يفشلون يصلون إلى حالة اليأس التي وصل إليها يهوذا الإسخربوطي. يقول ففي وقت النجاح نشوف يكثر الأحباء، لكن عند الفشل يختفي الأصدقاء حين تكون الرياح. وعندنا أود أن أقول للذين أصابهم الفشل وأصابتهم المحن أن لا ييأسوا، لأن رب يسوع المسيح يهتم بهم، فهو صديق لمن لا صديق له، وهو صاحب لمن تخلى عنه الأصحاب. وما دامت هناك حياة فهناك يكون الرجاء أيضا، فلا ينبغي لمن سقط من على ظهر جواد النجاح أن يغرق في بالوعة اليأس، بل يثق في الرب يسوع المسيح ويؤمن به إيمانا حقيقيا. أمين 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 أختي نجات، الرب يبارك حياتك ويحفظك. وأشكرك أنا من قلبي أيضا لمكالمتك ومداخلتك اللي دائما تضيفين يعني طعم بالكلمات اللي تقوليها. أختي الرب يستخدمك بركة للكثيرين ويحافظ عليك. عندنا سؤال موجود على يعني جاء للقناة من أخونا الحبيب أبو وسام، اللي أنا مفتقد أنه أسمع صوته في مكالماته. يوجه السلام إلنا ولكل الموجودين. يقول هل كل عمل صالح يقوم به الإنسان وبعمل الصالحات دائما بدون أن تكون الإيمان فإنها أعمال فاشلة؟ أبو وسام العراق، هل الأعمال الصالحة بدون إيمان أعمال فاشلة؟ بالتأكيد، لأنها خارجة من طبيعة واحدة قديمة، والطبيعة القديمة اتفقنا أنها فاشلة، لا يمكن أن ترضي الله على الإطلاق. وإن قدمت عبادات وإن قدمت فهو تدين بدون حياة على الإطلاق، لكن بالإنسان الجديد نستطيع أن نرضي الله فقط. بدون الإنسان الجديد على الإطلاق لا يمكن، مرة أخرى، لا يمكن أنه الله يرضى بأعمال الجسد، لأنه الجسد اللي نتحدث عنه
مكانه الصليب، وبما أنه مكانه الصليب إذن أحبائي الغاليين، إذن يجب أن ندرك بأنه لا رجاء في الإنسان، في الإنسان العتيق، وأن كل رجاء هو في الإنسان الجديد. المكالمات يعني مفتوحة، الخطوط مفتوحة للاتصال، لكن تعالوا في عجالة نشوف هذه الشخصية الفاشلة تماما، اللي أعتقد أنه ليس كلها لكن جزء منها في حياتنا، يعني هو أفشل منا، لكن نرى كيف أنه الله أنجح كل أموره. بطرس شخص صياد سمك، هي المهنة الوحيدة التي يتقن عملها، لكن في أكثر من موقف نراه فاشلا في أن يصطاد السمك. فمثلا في لوقا 5 يخبرني يقول: فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادين قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فأجاب سمعان، قال الرب: ادخلوا إلى العمق وارموا الشباك. فأجاب سمعان: يا معلم، قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا. لم يستطع أن يمسك سمكا في لوقا 5، لكن بعد أن عاش مع الرب والرب يسوع مات وقام في يوحنا 21 أيضا لم يمسك شيئا. لكن الحقيقة أحبائي الغاليين، فشل بالكامل، فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. يعني بطرس فاشل في أن ينجح في مهمته، أي أنه فاشل في العمل، لكن أيضا فشل في خدمته. الرب يسوع قال له، وعد منه في لوقا 5 نفسه اللي تحدثنا عنه: كذلك أيضا يعقوب ويوحنا وابني زبدي الذين كانا شريكي سمعان، فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون صياد ناس. تعالوا ناخذ اتصال قبل أن نكمل من أختنا ندى. أختي ندى، سلام المسيح معاك. نعم وسلام أخ فادي، شلونك؟ أشكر الرب يسوع. أختي ندى، أنت شلونكي؟ بدك الرب يباركك، نحن زينين، وأشكر الرب من أجل الخدمة الناجحة اللي رب مبتك إياها، والرب يزيدك قوة أكثر وأكثر. وحكيت ووفيت بهالموضوع كلش حلو ولمسني. فحياتنا يعني نحن مو كلها نجاح في نجاح حياة الإنسان على الأرض، بس نحن نقدر نستطيع من نجعل من الخبرة الفاشلة درسا للنجاح في الحياة، في الخبرة القادمة. يعني نتعلم من فشلنا بالحياة، فشلنا بكثير من الأمورات، نتعلم، والرب هو اللي يعني يساعدنا ويقوينا أن نكون ناجحين. ناجحين أولا بإطاعة الرب وإطاعة الكلمة وإطاعة وصاياه، فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وموضوعك حلو والرب يباركك، وأنطي مجال حتى تكمل أو غيرنا يخابرون. أشكرك أختي ندى، الرب يبارك حياتك يا رب ويحفظك أختي ويستخدمك بركة. فعلا إحنا دروس الفشل هي كما قال أحد الأشخاص، إن دروس الفشل هي صخرات في جدار النجاح. بدون فشل لا يمكن أن يبنى، وهذا اللي نتحدث عنه الآن في شخصية بطرس الفاشل اللي احنا نتحدث في صدد. الرب يبارك أختي ويحفظك ويحميك من كل شر وشبه شر، وأشكرك من قلبي لاتصالك، والمجد للرب يسوع اللي ينجح كل طرقنا وينجح كل الخدمات اللي تقدم. تعالوا نكمل أحبائي الغاليين. فشل في خدمته، لم يستطع أن يصطاد ناس، لكن اسمع ماذا فعل. اسمع لما اعتمد بطرس على نفسه، قول: ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف في جبل جتسيماني، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليسرى، وكان اسم العبد ملخس. يا بطرس، الرب يسوع قال تصطاد ناس ليحيوا، وليس تستخدم سيفك لتقتلهم، تستخدم سيف الكلمة لينجو وليس سيف الحرف ليموتوا. لكنه فشل في خدمته، فشل في عمله وفشل في خدمته، الفشل الثاني، فشل في إيمانه. أحبائي الغاليين اسمع، قال لما كانوا بالسفينة والرب يسوع جاء ماشيا على البحر، قال له: إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. فقال له: تعال. ومشى على الماء، لكن ماذا حصل بعدها؟ شك. فقال له الرب يسوع هذا الكلام، اسمع:
ففي الحال مد يسوع يده في متى 14 وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ فشل في مهمته، فشل في عمله، فشل في خدمته، وفشل في إيمانه، لكن أيضا أحبائي فشل في رجولته وشجاعته. فقال بطرس، اسمع في مرقس 14، فقال بطرس إن شك الجميع فأنا لا أشك، أنا السبع، أنا الوحيد البطل، أقول كلهم راح يتركوك ويمضون، أنا مستعد أن أمضي معك إلى الموت أيضا وأموت معك، أنا مختلف، أنا من طينة أخرى. فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين ستنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تجديد ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا الجميع. أحبائي الغاليين، فشل في شجاعته، ماذا فعل؟ أنكر أمام جارية، أنكر. وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى الجواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت وأنت كنت مع يسوع الناصري؟ فأنكر وقال لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج خارجا إلى الدهليز. فصاح الديك فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول للحاضرين إن هذا منهم، فأنكر أيضا. وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية فأنكر. فتذكر بطرس القول الذي قال له إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات. فلما تذكر بكى بكاء مرا. فشل في رجولته، لكن اسمع، فشل أيضا في تبعيته للرب يسوع. هل ترى دروس الفشل؟ هل ترى الفشل في حياة هذا الشخص؟ أكثر شخص فاشل ممكن أن تعرفه، لكن اسمع كيف يتعامل الله. هذه الأخبار القاتمة، لكن هناك أخبار حلوة. فشل في أن يتبع الرب يسوع، فقال الرب يسوع سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت، في لوقا 22. وكان بطرس قد تبعه، اسمع، من بعيد إلى دار رئيس الكهنة. مسكين لم يستطع أن يقترب منه، كان من بعيد يتبعه، ينظر من بعيد. فشل في أن يتبع الرب يسوع، لكن فشل أيضا في محبته، فشل في محبته. فقال بطرس له وإن شك الجميع فأنا لا أشك أبدا. أنا أحبك يا رب، أنا أحبك من قلبي، أنا أحبك يا رب، أنا أعترف بك، أنا يا رب أنا محبتي مختلفة. فأنكر أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل. تتخيل أن بطرس حلف إنه لا يعرف الرب يسوع. قال صدقوني وبذكر اسم الله إنني لا أعرف الرجل. فشل أيضا في محبته، لكن اسمع، فشل أيضا في أدائه. فأجاب سمعان، قدم سمعان وقال، قلم الرب يسوع من يقول الناس إني أنا؟ في متى 16، ناس قالوا أنت النبي، ناس قالوا أنت إيليا، قال وأنتم من تقولون؟ بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال بطرس، قال الرب يسوع له طوبى لك يا بطرس، لأن لحما ودما لم يعلن لك ذلك، بل أبي الذي في السماء. لكن بعد، اقرأ العدد 23، العدد 16 طوبى لك يا بطرس، لكن العدد 23 قال له، ابتدأ أخذه وابتدأ ينتهر الرب يسوع، قال له حاشا لك أن تذهب إلى الصليب. قال له الرب يسوع اذهب عني أنت معثرة لي، اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك تهتم بما لله، بما للناس، لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فشل في كل شيء، فشل في فشل في فشل. نستطيع أن نسميه بطرس الفاشل. قد تجد في نفسك، قد تكون ناجح في شيء وفاشل في شيء، لكن بطرس فشل في كل شيء. فشل في عمله،
فشل في خدمته، فشل في إيمانه، فشل في رجولته، فشل في تبعيته، فشل في محبته، فشل حتى في كلامه. لكن هل الله ترك هذا الشخص الفاشل؟ خلاص فاشل؟ يعني لو واحد ثاني يترك الخدمة، وعلى فكرة هذا اللي فكر أنه يعمله بطرس، فكر أن يترك الرب يسوع ويبتعد. لكن تعال شوف، تعال شوف المفاتيح السبعة لما تستخدم ماذا يحصل. قبلها كان يعاند، يا رب أنا أعرف أكثر منك، يا رب أنت قل ألقوا الشبكة على جانب، أنت قلت اذهبوا للعمق ورموا الشباك، أنا قلت يعني هذا الكلام، يا معلم تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، أنا صياد سمك وأنت معلم، أنا أعرف في السمك أكثر منك، السمك يمسك في الليل وليس في الصباح لأن ظل الصياد يسقط على الماء ويهرب السمك، أنت إيش عرفك في صيد السمك؟ يا سلام، هذا الفاشل، فاشل مع مرتبة الشرف. لكن اسمع بعده، اسمع في أعمال الرسل بطرس الذي فشل في إمساك السمك، رمى شبكة واحدة فاصطاد 3000 نفس، رماها مرة أخرى في بيت كارنيليوس واصطاد كل عائلة كارنيليوس. هذا الصياد الفاشل اللي لم يمسك سمكا أصبح صياد ناس، لم يفشل فيه الله على الأطلاق. والله لا يفشل فيك على الأطلاق، لا يفشل فيك على الأطلاق وإن كنت ترى لمحات الفشل. تعالوا ناخذ مكالمة أخرى ونكمل النقاط في نجاح هذا الشخص الناجح. سلام المسيح، مين معي؟ ألو، سلام الرب يسوع. سلام الرب يسوع معك. أنت سعدي؟ أي نعم. كيفك يا أخوي؟ أشكر الرب يسوع. مين معي؟ أنا إليزابيث، متصلة من فيرجينيا. أنا سودانية لكن أنا في أمريكا. أهلا بك أختي إليزابيث، سلام المسيح معك. إن شاء الله معك دائما يا ابن الرب. أنت يعني بصراحة أنا بتفرج في برنامجك على طول، يعني أنت راجل مبارك، راجل الله ربنا يزيدك يا رب أكثر فأكثر عشان تنصح العالم. العالم محتاج لنصائح نصيحتك أنت كده. أمين، المجد للرب أختي الغالية. أنا مبسطة جدا، يعني النهاردة أول مرة أتصل بك. في واحد أخونا في المسيح اتصل، أفتكر من السعودية، اسمه خالد. نعم. فالراجل ده كان يعني فعلا كلامه ده كلام إنسان عرف المسيح تماما، يعني لأن نعم. كلامه قوي جدا جدا وكلامه أثر فيني بأمانة بأمانة. دمعتي جرت لما سمعت يرنم من المزامير. أرين المسيحيين ما بنعمل كده نشوف الناس الجد الوقتي للمسيح بيعملوا إيه. نعم. إن شاء الله يا رب يا إلهي ده يكون سبب لكل المسيحيين اللي بتفرجوا في البرنامج دلوقتي. دي حاجة مؤثرة. أشكرك كثير يا أخوي. أنا أشكرك كثير. ربنا يساعدك ويوديك قدام أكثر وأكثر عشان يكون تأثير للمسيحيين بالذات. أمين. وأخونا أخواننا المسلمين. أمين أمين أختي إليزابيث، أشكرك من قلبي لاتصالك. أنا سعيد جدا أنه أسمع صوتك، وأصلي من قلبي أنه مو تكون آخر مرة أنه تتصلي. أنا محتاج أسمع صوتك دائما ومشاركاتك لأنه تشجيع إلي أنا شخصيا. أشكرك لمحبتك. ربنا يباركك. ربنا يباركك. مع السلامة. خليك الرب معك ويحفظك أختي. ممنون من قلبي لمكالمتك، شجعتيني أنا شخصيا، وهذا اللي خلينا أحبائي الغاليين أنه إحنا لا نفشل، أنه الله يشجعنا حتى بالكلام أحدنا مع الآخر، يشددنا يشجعنا. أشكر الرب لأجل كل اللي اتصلوا واللي سيتصلوا من هنا إلى نهاية البرنامج أحبائي الغاليين. لكن قلنا تعالوا، لم يعد يعتمد بولس الرسول على حكمته على رجولته. اسمع قبلا ماذا قال: إني يا رب مستعد أن أمضي معك حتى السجن وإلى الموت. لوقا 22. ماذا حصل؟ أنكر. لكن تعال شوفوا، تعال شوف هذا الشخص اللي قدم شعارات كاذبة بالسابق وأنكر قدام جارية. اسمع
ألقي القبض عليه وألقي في السجن، وسمع بأذانه يعقوب يسحب ويسمع صوت السياف ينزل ويقطع رأس يعقوب، وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد وألقى القبض على بطرس لكيما يقطع رأسه أيضا. اللي كان راح يموت قبله هو الرب يسوع، وهذا تلميذ قال له أنا أمضي معك إلى الموت، لكن الآن الموضوع ليس الرب يسوع، بطرس نفسه ستقطع رأسه. ماذا يجب أن يفعل؟ إذا كان في قرار أول أنكر قدام جارية، فالآن سيرتعب خوفا الليل كله، لا ترى عيونه النوم ولا يكف على أن يتضرع لكيما يخلصه الله، سيرتجف خوفا وسيتوقع التوقع. كلا يا أحبائي، كلا يا أحبائي، إن بطرس الفاشل اشتغل فيه الرب يسوع. يقول الكتاب في أعمال 12 عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. يا سلام يا بطرس، يا بطرس أنت اللي خفت من جارية أنك تواجه الموت وأنت تنام نوم عميق. على فكرة كان نوم عميق جدا، بحيث لما إجا الملاك لكي يخرجه اضطر الملاك أن يركله. تخيل النوم عميق، يمكن وقف قال له بطرس، بطرس نايم في سابع نومه، يا بطرس، بطرس نايم، يا بطرس، لا يا بطرس. هز الآن، من أين جبت هذا السلام؟ قال لأني وثقت في وعده، لقد قال لي في يوحنا 21، لقد قال لي عندما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق نفسك وتذهب حيث تشاء، لكن متى شخت سيمنطقك آخر، أنا عندي وعد بأني سأشيخ، فإنه ليس وقت الآن، إنه الثقة في كلمة الله. اسمع المفتاح، لقد استخدم المفتاح في النجاح، لقد استخدم مفتاح الكلمة لكي يعيش ناجحا. هذا بطرس الجديد الناجح، لكن أيضا اسمع، أيضا هذا الشخص اللي في وقت معين نام، لكن اسمع امتى نام؟ في جتسيماني، في جتسيماني قال له أنا رح أبقى معك، لكن ماذا قال في متى 26؟ ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت عيونهم ثقيلة، فقال لبطرس يا بطرس أما قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة؟ لكن تعال شوف بعدها، تعال شوف بعدها، تعال شوف. وكان بطرس في تلك الليلة نائم بين عسكريين مربوطين قدام الباب، ما أبعد الفارق بين النومين، لما كان المفروض يصحى كان نايم. لكن اسمع، ملاك أقبل ونور أضاء في البيت فضرب جنب بطرس لكي يوقظه. ما أبعد الفارق بين النومين، النوم الأول هو نوم الكسل، لكن النوم الثاني هو نوم السلام الكامل، نوم الطمأنينة الكامل، وهو يواجه الموت. لكن أيضا تعلم الشجاعة. أمام الجواري كان يلعن ويحلف أنه لا يعرف الرجل، جارية لرئيس الكهنة، لكن اسمع بعده، أمام رؤساء الكهنة أنفسهم في أعمال 2 يقول ورفع صوته، أما رؤساء الكهنة فوقف أمام رؤساء الكهنة، وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، ويتكلم عن الرب يسوع اللي قال هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه الأسبق وبأيدي أثمة صلبتموه، لكن الله أقامه. ليس أمام الجواري، لقد صار ينادي أمام رؤساء الكهنة أنفسهم. لكن أيضا كان يتوقع بالسابق، كان مؤمن يتوقع مكافأة، مكافأة. لما تقدم الشاب الغني قال له اذهب وبيع كل ما لك واتبعني، قام بطرس
أبو العريف. قام بطرس وقال الآتي: ها نحن قد تركنا كل شيء يا رب وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ يعني أنت قلت اذهب وبع، احنا عملنا هيك، اللي راح تعطينا. تعال شوفوا بأعمال أربعة، يقول لأن هذا الشخص اللي فكر بالعطية، لأنه كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمانها، بأثمان المبيعات. اسمع أين يضعونها، اسمع ماذا فعل بطرس، يضعونها عند أرجل الرسل، يضعونها عند أرجل الرسل. أحبائي الغاليين، وقف ولم يعد يهتم بالعطية المادية، لكن اسمع ماذا قال للمقعد، قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، أنا لا أهتم، لكن ما لي أعطيك إياه باسم يسوع المسيح الناصري لك أقول قم. لم يعد يهتم بالعطية المادية، الذي كان مهتما ماذا يكون لنا لم يعد يأبه بالأمور المادية. لقد نجح الله أن يخلص من الاهتمام بالماديات، لكن تعلم أيضا الغفران بلا حدود. قبل ماذا فعل؟ قبل وجه رسالة للرب يسوع، ولما الرب يسوع تكلم عن الغفران تقدم بطرس وقال: كم مرة أغفر إلى أخي؟ يا رب أحتمل إلى 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 أي مرحلة؟ إلى كم مرة أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ تذكرون هذه القصة. وبعد ماذا أفعل؟ بعد 7 مرات قال له الرب: إلى 70 7 مرات. لكن اسمع بعد، في بطرس الأولى 3 يقول: كونوا جميعا متحدين الرأي بحس واحد، ذو محبة أخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا البركة. ولكن قبل كل شيء، الإصحاح اللي بعده: لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. هذا اللي يسأل كم مرة أغفر صار مقياس، صار صورة للرب يسوع الذي يقدم غفرانا بلا حدود. حبوا بعضكم بعضا بقوة، كونوا شفوقين. لكن اسمع، كان يتقدم دائما، كان يريد أن يكون الأول، كان يريد أن يكون الأعظم. والرب يسوع يتكلم عن أحباء الغاليين، يتكلم عن الصليب، وهم يداخلهم فكر في لوقا 9 ويقول: من عسى أن يكون الأعظم بينهم؟ وإحنا عارفين أنه بطرس كان يريد أن يكون الأول، كان يريد أن يكون قائدا وأعلنها في كل مرة. لكن اسمع ماذا يقول بعد أن نما بالكلمة وعرف برسالة الأولى الإصحاح 5. اسمع ماذا يقول. كان أنا متوقع أنه يكتب ويقول: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رئيسكم، أنا بطرس قائدكم، لأنه هو أخذ إرسالية من المسيح قل له أرعى غنمي، يعني هو راعي ويكرر الأمر له الله مرارا كثيرا هذا الأمر. لكن اسمع ماذا يقول هذا الحلم، اسمع ماذا يقول هذا الذي كان فاشلا وأصبح ناجحا: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقكم. رفيق، نعم أنا نفس المستوى، نعم، لأنه واحد هو عظيم فقط، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. أرعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا للربح القبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. هل أنت وأنت فاشلين في أنفسكم؟ هل أنت قطعت الأمل؟ هذا أكبر الفاشلين، صنع منه الله أعظم الخدام. والذي عمله في بطرس أحبائي الغاليين هو قصد الله تماما، بأن يفعلوا فيك وفيك وفي: أروموا أن تكون ناجحا في كل شيء كما إن نفسك ناجحة.
خذ مفاتيح النجاح، تمتع بها، نزلها إلى الحيز العملي، وستختبر حياة النجاح والنصرة الدائمة، وستردد مع من قال يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أحبائي الغاليين، باقي عندنا 10 دقائق، تعالوا نرفع طلباتنا بالصلاة. الخطوط أنا عارف أنه كثيرين يريدون أن يتصلوا ولا يستطيعوا، أنه يعني الخطوط يعني أنه تجمع وتستطيعوا أن تصلوا، لكن تعالوا كرر المحاولة، عدنا 10 دقائق، تعالوا نرفع طلبات الصلاة، تعال معي وارفع طلبات الصلاة. احنا سنتكلم عن الفشل اللي فينا، اول طلبة سنطلبها انه يا رب اشكرك انه انت لم تقصد لي ان اكون فاشلا، لكنك قصدت ان اكون ناجحا، لانه انت قلت عن ابنك اللي انا مشابه لي، وكل مسرة الرب بيده تنجح وكل ما يصنعه ينجح. هو بمسرة الرب بيده تنجح، وانت ناوي انه انا اكون ناجح. يا رب يا رب انا عندي المفاتيح. تعال نرفع قلوبنا. سيدنا الرب، احنا نضع امورنا بين ايديك. سيدنا الرب، يا رب ان كنا فاشلين في انفسنا نشكرك لانك لا تفشل فينا، اشكرك لاجل محبتك، اشكرك لاجل نعمتك، نشكرك لاجل احسانك، نشكرك انه انت تعمل فينا. سيدنا الرب نشكرك لأنه يا رب أنت قصدك أنه تصنع، لم يا رب تيأس في عبدك بطرس اللي أرسلت له بعد الإنكار إرسالية خاصة، قلت هكذا للمريمات بالملك، اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. يا رب لو قلت لتلاميذه، كنت عارف أنه بطرس بعد أن أنكر شاف أنه هو فاشل وغير مستحق أن يكون تلميذ، لكن إرسالية خاصة ولبطرس. يا رب سمعنا هذا الكلام، أنت سمعتنا هذا الكلام اليوم، أنه إحنا كلنا لا تفشل فينا وأنه ستعمل فينا. يا رب انطينا نأخذ هذه المفاتيح ونطيعها ونفتح أبواب النجاح، ليس بقوتنا لكن فيك يا رب، نطبقها عمليا في حياتنا. سيدنا الرب أرجوك يا رب، يا رب احنا عارفين انه انت سحقت العدو، العدو قد تم خرابه وبيته مهدوم. يا رب احنا واثقين انه انت ناجح في حياتنا. سيدنا الرب ارجوك ساعدنا، ساعدنا يا رب انه نكون يا رب بحياة يا رب الحقيقة ترضيك، مليئة بالنجاح لانه انت فيها. يا رب يا رب انا رافع اختي ام موريس امامك لاجل الطلبة الخاصة اللي عدها يا رب، لأجل أخونا حبيب يا رب العابر، إنه يا رب يعيش يا رب في دولة أوروبية، أنت تباركه سيدنا الرب. يا رب أنا واضع بين إيديك أخوي أبو عضيد يا رب للشفاء من ألام الركبة. سيدنا الرب يا رب أنا أضع ابن الرب للشفاء من ألام القدم. يا رب يا رب أنا أضع أخوي عامر وأختي يا رب نوال والأولاد في أن تفتح أمامهم أبواب النجاح في السفر في الوصول. اختي سهام أيضا سيدنا الرب، يا رب كل واحد ينتظر، افتح أبواب البركة يا رب. اختي رواء أيضا يا رب لأجل أولادها للنجاح سيدنا الرب، يا رب لأجل فيكتوريا، لأجل التعزية وتقوية الإيمان، لأجل الأبناء والأحفاد لكيما يعرفوك ويقتربوا منك ويختبروك مخلص شخصي لحياتهم، لأجل حكيمة يا رب لخلاص نفس زوجها وابنها سيدنا الرب. يا رب أنا أضع أخوي شادي بين إيديك للشفاء من مرض السرطان. يا رب احنا متحدين بطلبة واحدة يا رب لأجل أختنا غادة لكيما تتمم يا رب شفائك في حياتها بالكامل، وتعطيها وهي تجتاز في الآلام أن تختبر يدك الحنونة. يا رب أضم صوتي لصوت أخوي عامر لأجل يا رب أخونا العابر جمال. يا رب يا رب أنا أضع الأخت الألمانية المصابة يا رب السرطان، يا رب شفاء واختبار حقيقي لروحها ونفسها وجسدها. يا رب أنا أضم صوتي لصوت أختي أسمر لأجل صديقتها اللي سمعت كلمة الله اللي عندها سرطان، تعطي شفاء كامل إلها أيضا يا رب. يا رب أنا أضع أخي مايكل يا رب للشفاء من السرطان. يا رب أنا أضع أختي ماري أيضا للشفاء من السرطان. يا رب أنا أضع أخوي رامي يا رب أنه تتدخل في الظروف وظروف العائلة وتحل المشاكل سيدنا الرب. يا رب أنا أضع بين إيديك أخوي سلوان، تباركه يا رب
تقود وتحفظه يا رب، هو عائلته تسير بوجهك أمامه، أختي أم وليد لأجل الشفاء يا رب، أضع أختي أم عصام بين يديك، أنت شغلني يا رب بيها لأجل أولادها، لأجل حياتها، لأجل كل مداخلاتها سيدنا الرب. يا رب أنا أضع أختي نانسي وأخوي غسان يا رب، وأخوي توني بين إيديك، بركة من عندك يا رب. أضع أختي هالة وماهر وفائز يا رب، أرجوك يا رب أنه يا رب تعمل عمل حقيقي للتقرب منك يا رب، لأجل فادي للاقتراب للرب. أرجوك يا رب وسالي أختنا أيضا بين إيديك سيدنا الرب. يا رب يا رب أنا أثق بشخصك يا رب، أثق بشخصك، أنا واضع أختي نهرين بين إيديك يا رب، لبركة من عندك لحياتها، لشفاء لكل من يحتاج شفاء، لرفعة لكل من يحتاج رفعة، لتعضيد لكل من يحتاج تعضيد يا رب. أختي آراء بين إيديك، أختي هالين يا رب أنا رافع أختي بان في سفرتها في رحلتها يا رب، أرجوك يا رب تباركها، تنجح عملها يا رب، مداخلات حياتها، افتقاد لأولادها، افتقاد لكل شخص سيدنا الرب، صحتها يا رب بين إيديك يا رب. أنا أضع بين إيديك العابرين يا رب، اللي يا رب يطلبون اللجوء يا رب إلى الدول الأوروبية أو إلى نورث أمريكا يا رب، أرجوك لأجل قوة الإيمان والحماية من هجمات العدو. أضم صوتي لصوت أختي مارسين يا رب، لأجل شفاء زوجة روبرت بالتمام وقيادة كاملة لحياتهم يا رب، واستخدام يا رب. أنا أضع أختي برناديت بين إيديك يا رب، يا رب تعطيها روح النجاح يا رب، فعلا هي روح النجاح فيها، تؤيدها بالنجاح اللي بالروح اللي فيها يا رب، بقوة سيدنا الرب. يا رب أنا أضع بين إيديك أختي بنت الرب لأجل العائلة والأولاد والاقتراب منك أكثر سيدنا الرب. أنا أضع أختي يا رب مارغريت وديع بين إيديك، ببركات من عندك، باستخدام من عندك يا رب. أختي زواد بين إيديك ببركة حقيقية لبيتها يا رب، لصديقتها المريضة يا رب اللي بحاجة للمسة من عندك سيدنا الرب، أرجوك لمسة لجسدها يا رب، تفرح قلبها بالشفاء، نمو حقيقي لأختي يا رب ولأولادها لبناتها يا رب، قيادة حقيقية تجعلهم خدام حقيقيين في المسيح يا رب. أنا أضع يا رب ماما ابتسام بين إيديك، بركات وشفاء من عندك ماما فيرجين وخدمة درس الكتاب يا رب، وكل الأخوات يا رب، تنجح كل عمل أيديهم يا رب، أرجوك يا رب. يا رب أنا أشكرك يا رب، أختي ترفع طلبة شكر، نضم صوتنا لصوتها لأجل يا رب إحساناتك عليها وأفضالك يا رب، أنه أنت لم تتركها وأنت معها إلى الشيبة يا رب. يا رب أنت قلت هذا وعد إحنا نصدق فيه. أخوي قيس يا رب من أجل الحالة النفسية، من أجل الخوف يا رب، يا رب أنا واضع بين يديك أخوي ابن الرب من أجل شريكة الحياة أنه تتمجد يا رب. يا رب أضم صوتي لصوت ماما فيرجين لأجل طلبة شكر يا رب، لأجل نتائج فحوصات أختي أمال يا رب، أشكرك من أعماق القلب يا رب. يا رب أنا واضع بين إيديك أخوي هيثم من أجل الشفاء من مرض السرطان يا رب. أيضا أضع بين إيديك يا رب القسيس جهاد لأجل حالته الصحية سيدنا الرب. يا رب إحنا نثق بشخصك يا رب، إحنا نضع أنفسنا وما سمعنا، احفظ تأثيراته في قلوبنا، لا تجعله مجرد انفعالات لكن عمل حقيقي. قناة الأرامية بين إيديك، العاملين يا رب وراء الكواليس، أخي رغيد يا رب، وأخي هاني، وأخي نور يا رب، وأختي نوال، والأخ باسم يا رب، أرجوك يا رب. برنامج طريق الأقداس يا رب، حفظ من عندك. أخوي خالد اللي اتصل يا رب، بركة من عندك. أختي ندى اللي اتصلت، بركة من عندك. أختي إليزابيث اللي شجعت قلبي أيضا بها، بركة من عندك سيدي الرب يا رب. أختي نجاة بين إيديك، بركة من عندك. والدة أختي يا رب زوار أيضا، بركة من عندك ولمسة من عندك سيدنا الرب. يا رب احنا نثق بشخصك. أختي ليندا يا رب، كل شخص يسمعنا الآن يا رب، بركة على حياته، نجاح في حياته، عمل حقيقي في حياته، في اسم سيدنا نصلي سيدنا الرب. لك كل إكرام يا رب، ضع يدك يا رب على والدتها، أرجوك يا رب بركة من عندك، أرجوك يا رب ضع حد للسرطان يا رب، أرجوك سيدنا الرب. اختي فريال بين إيديك يا رب، أعجز على أن أذكر الأسماء لكن أنت تعرف يا رب، أنت تعرف خاصتك، أنت الملك الوحيد اللي تعرف كل شعبك سيدنا الرب. نضع كل الأمور في يديك، نستودعك حياتنا، نثق حبيب قلوبنا أنك سمعت واستجبت لنا. لك كل إكرام ومجد وسجود وتعبد إلى الأبد،
أمين أمين حبايبي الغالين. شكرا للرب لأجل كلمته الحية اللي تفرح حياتنا. احنا نضع أيضا بالصلاة أخونا علي عبد الرحمن لأجل طلبة من أجل عائلته للافتقاد ولأجل بركة لحياته ولأجل لمسة حقيقية لحياته. حبايبي الغالين أستودعكم في يد القدير. إن كان عندك سؤال على الحلقة فبإمكانك أن تراسلني أنا شخصيا على الفيسبوك أو تراسل القناة ونستطيع أن نجيب عن كل التساؤلات في الحلقة القادمة. صلوا لأجلي وأنا أصلي لأجلكم. أستودعكم في يد القدير الذي وعدنا أنه سيأتي ويكون معنا في كل حين. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. صلوا لأجلنا لنا لقاء قريب بنعمة القدير. سلام المسيح معكم. آمين.